السلام عليكم، عيدكم مبارك. للأسف ليس بالإمكان بممارسة العيد كالمعتاد لهذا العام بسبب جائحة كورونا. من رغم من انخفاض نسبة العدوى وتخفيف القيود والتدابير، إلا ما زال الأمر حرجاً. للأسف ليس بالإمكان بممارسة طقوس العيد كالمعتاد مع الأسرة والأقرباء والأصدقاء. لذلك تنصح بلدية لورشكوك باتباع الإرشادات التالية: ليس بالإمكان بالاحتفال أكثر من 5 أشخاص خارج الفرد المنزل الواحد. أيضا ليس بالإمكان من استئجار الصالات والقاعات لممارسة طقوس العيد كالاحتفال والصلاة. بنيابة عن بلدية لورشكوك، ننصح بالمسلمين أن يكونوا قدوة حسنة والالتزام بالإرشادات والطرق المختلفة لمكافحة هذه الجائحة. السلام عليكم وعيدكم مبارك.